الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود عفوا طقس غالبا صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأها شمالا، سكاكا أتربة مطارة 40 إلى 26، نفس الحالة الجوية في عرعر، تبوك غبار خفيف 39 إلى 26. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 42 إلى 30، مدينة جدة 37 إلى 27، مكة المكرمة 42 إلى 32، والطائف 34 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية، أبها 32 إلى 23، الباحة 31 إلى 25، وجازان 35 إلى 31. المنطقة الشرقية، الدمام أتربة مثار 40 إلى 30، الإحساء 42 إلى 30، وحفر الباطن غبار خفيف 39 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس صافي 38 إلى 27، بريدة 37 إلى 23، وحائل 36 إلى 26. إلى اللقاء. ترجمة